تكون احوالكم طيبه وعلى ما يرام. كما وعدتكم في الفيديو السابق والاول من السلسله الخاصه بالماسكات الطبيعيه للبشره، اليوم جيت بزوج ديال الماسكات. الماسك الاول خاص بالبشره الشاحبه، كيعمل على تفتيحها وتوحيد لونها ويعيد لها النضاره والحيويه. يحتوي على ثلاث مكونات وهي كالتالي: ملعقة كبيرة ديال الكاكاو المر أخواتي، زائد ملعقة صغيرة ديال عسل نحل طبيعي، زائد ملعقة كبيرة ديال الحليب كامل الدسم. بالنسبة أخواتي الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات مفيدة جدا للبشرة. هذا الماسك الأخوات كيعملوه الناس في صالونات جميلية بمبالغ باهظة، بالرغم من بساطة المكونات ديالو. ممكن تحضروه في البيت وتوضعوه على بشرتكم وغتحصلوا على نفس النتيجة إن شاء الله. ونحب نأكد أخواتي على المداومة للحصول على نتائج مرضية. وبالنسبة اللي غتسألني كم مرة نوضع الماسك، غنوضعه مرتين أختي في الأسبوع على الوجه والرقبة، يكونوا منقين جيدا ونتركوه حتى يجف لنا ونبداو نحسوا فقط بالالتصاق. في هاد الأثناء غادي نقومو بغسل الوجه ديالنا بالماء الدافئ. وندوزو أخواتي لتحضير الوصفة. أخواتي بالنسبة للماسك الثاني مكوناته سهلة جدا، وهو مبيض وموحد للون البشرة. غنحتاجو فيه المكونين فقط. المكون الأول غنحتاجو ملعقة كبيرة ديال النشا، والمكون الثاني غنحتاجو ملعقتين كبيرتين من محلول البطاطس. نعم، غنقوم أخواتي بأخذ بطاطس كل حجم ديالها صغير، نقشروها ونبشروها ونعصروها حتى نحصلوا على المحلول ديال البطاطس. من بعد أخواتي غادي نمزجوه مباشرة مع النشا لتفادي تأكسد المحلول، لأنه غني بمضادات الأكسدة. بالنسبة للأخوات اللي ما كيعرفوش فوائد ديال البطاطس، فقط المحلول ديال البطاطس الأخواتي كيعمل على تبييض البشرة بطريقة آمنة جدا، ويعمل كذلك على محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي كتظهر لنا حول العينين. نتمنى أخواتي تجربوا، مفعوله خطير جدا. الفيديو اخواتي، نتمنى تجربوا الماسكات اللي قدمت لكم، المفعول ديالهم مضمون 100% ومجربه مني انا شخصيا. نخليكم الى الفيديو القادم باذن الله. ما تنساوش ديروا ليا لايك وتبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب ديالكم للفائده. واللي اول مره غتزور قناتي فضلا ليس امرا، قومي بالضغط على زر الاشتراك. نخليكم في رعايه الله الى الفيديو القادم باذن الله.